انا اسف والله، اسف لحضرتك واسف ليكي واسف للراجل الطيب اللي قاعد على القهوه ده، واسف للاستاذ اللي قاعد ورا هناك، واسف تحديدا الاخ المسيطر على الريموت كنترول وبيتحكم بيشوف مين. انا والله مش بختار اللي هقوله، انا لو كان عليا كنت عبيت لك الكام دقيقه اللي جايين دول اللي هم يطولوا معاك شويه اخبار، كل ما تسمع كلمه فيها تولد طاقه ايجابيه جواك. بس انا للاسف الشديد مهمتي هنا ان انا اقلب بس في صفحات الجرايد واجيب لك اللي فيها، واللي فيها النهارده او زي اغلب الايام يعني للاسف لا يسر عدو ولا حبيب. والجرايد برضه معذوره، ما هي هتجيب منين؟ كله بيجيب من نفس السوق، والسوق برضه معذور، ما هو ما بيختارش البياعين بتوعه، والبياعين اللي في السوق سواء مسؤولين وزراء او محافظين لازم يتكلموا، لازم يقولوا تصريحات، ويا ريتهم كان ينفع ما يتكلموش كنا كلنا هنرتاح اكتر. بس ما ينفعش نرتاح علشان في ازمه، والازمات لها علم تدار بيه. بس في مصر العلم ده تحت الرجلين وكله بيدير بالبركة والفهلوة، والفهلوة هي اللي بيظهر تأثيرها السلبي عليك لما تشوف مواقع النهاردة والجرايد بتاعت بكرة نشر ايه على لسان الوزراء والمحافظين. اجمد مستعد. بص يا سيدي، قبل ما اقولك اللي منشور في الجرايد عن ازمة الفوسفات اللي وقع في النيل او ازمة تسمم مياه الشرب في الشرقية، خلينا اقولك ان في حاجة كده اسمها علم ادارة الازمات، اللي هو علم اتخلق علشان كل المجتمعات فيها ازمات سواء مجتمعات متقدمه او مش متقدمه، عملوا علم وحطوا منهج كده علشان يتعاملوا من خلاله مع الازمات دي ويخرجوا منها باقل الخسائر. اه بيحصل خسائر بس بيحاولوا يقللوها بهذا العلم. بيقولوا ان كل ازمه هي عباره عن مشكله مش متوقعه بتؤدي لكارثه، لكن الكارثه دي هتكبر لو ما تمش حل هذه الازمه بصوره سريعه. وعلشان تحل الازمه بصوره سريعه لازم تعمل شويه حاجات، اولا تكون مخطط، والتخطيط ده معناه ان يكون عندك علم التخطيط كلنا عارفينه، انك ما تكونش ابدا رد فعل، وانك تكون طول الوقت تحت ايدك قواعد بيانات واضحه وخطط للتعامل مع كل المشكلات اللي خيالك ممكن يجيب ان هي تحصل مش بس اللي تحت رجليك. وطبعا الناس في الحكومه بتاعتنا ما عندهمش الكلام ده، بدليل ان لما النور قطع في المدينه هنا من الانتاج الاعلامي ما كانش في بديل، ولما الصندل غرق بحجارة الفوسفات ما كانش في تحرك سريع. ثانيا بيقول لك لازم يكون عندك نظام واضح للاتصالات ما بين كل الجهات علشان يقدر يساعد على توفير المعلومات ويعمل لك انذار مبكر، وده للاسف للاسف خلص ومش ممكن تلاقيه عند البقال، يعني بدليل ان محدش كان عارف ابراج الكهرباء بتاعت المدينه دي فين، ولا حد كان عارف نوع الفوسفات اللي على الصندل ده سايب ولا في حجاره ولا بيدوب ولا ما بيدوبش. تالت حاجة ان لازم يكون عندك تنبؤ وقائي، اللي هي الوقاية خير من العلاج، اللي هي بتاعت ادي ظهرك للترعة، عمر البلهالرسية ما في جتتك ما ترعى، اللي تربينا عليه واحنا صغيرين دي. لكن يكون عندك كمان قايمة او افكار قايمة على الابتكار، اداء قايم على الابتكار. يعني التنبؤ الوقائي ده معناها انه حاجة وحشة هتحصل وانت عندك خطة للتعامل معاها. العلم ده بيقول لك انه علشان تواجه الازمة اوعى تواجهها بشكل تقليدي، وحط شويه معايير كده للمواجهه التقليديه. لما نيجي نبص المعايير المواجهه التقليديه هنلاقي هي اللي حصلت او اللي عملها الساده الوزراء، يعني بيقول لك ما تنكرش حدوث الازمه، ولا تهونها، ولا تبخسها قدرها، ولا تكبتها. دول الاربع حاجات اللي حذر منهم علم اداره الازمات. لا تنكر الازمه، لا تنكر الازمه، ولا تهونها، ولا تهولها، ولا تكبتها، ولا تبخسها قدرها. والحقيقه ما شاء الله احنا بنعملهم كلهم الحقيقه. ودي اول حاجه زي ما قلت لكم بتحصل عندنا، زي ما حصل يوم تفجير المدينه لما قال لك عطل فني، وزي الفوسفات لما قال لك ده عادي بتحصل يعني والكلام ده. خلاص؟ ده علم اداره الازمات. سيبك بقى من الكلام النظري اللي انا عارف ان انت حضرتك ممكن ما تحبوش، وان ممكن تشوفوا محاضره او بعض الناس تشوفوا يعني هندي محاضرات للوزراء المسؤولين ولا حاجه، لكن احنا بس بنفكر او بنذكر، لان الذكرى زي ما قال بتنفع المؤمنين. تعال نخش بقى على الكلام العملي. الكلام العملي هو اللي منشور النهارده في الجرايد والمواقع. ولما تقرا الكلام العملي هتعرف ان مفيش حد من الناس دول عارف حاجه اسمها اداره الازمه ولا ازاي بيتم التعامل معاها. أول حاجة بيقولها علم إدارة الأزمة هو المعلومات والقدرة على الابتكار، ومع ذلك السيد محافظ الشرقية الدكتور رضا عبد السلام ما عملش أي حاجة من دي. ولما اليوم السابع سألوا عن حكاية تسمم مياه الشرب في الشرقية في مدينة الإبراهيمية، وبعد وفاة أول حالة يشتبه إن هي
توفت بسبب التسمم، رد عليهم رد عبقري جدا. ما قالهمش احنا عملنا ايه او بنواجه ايه او خليه الازمه في الشرقيه بتعمل ايه، قال لهم معلش احنا بنتعامل مع ناس كفره ربما يكونوا هم اللي دسوا ماده مسممه تسببت في اصابه اهالي الابراهيميه بالاعياء من خلال محطه الفلتره الاهليه او في الجراكن يعني. وبعدين قال لهم ان الكفره دول بيفتعلوا الازمات من تعطيل القطارات واستهداف ابراج الكهرباء علشان تولع البلد. التصريح ده لو رأي يعني المفروض يبقى موجود بالنسبه للشباب في او الطلاب في امتحانات الثانويه العامه، يقول لهم كم خطأ وقع فيه هذا السيد المسؤول. على طول طلع اتهم الاخوان مغالطه وكذب وتهويل وارعاب الجمهور وإهام الجمهور بأن الإخوان جماعة لا يمكن السيطرة عليها وبتفسد حياتكم. ده أنت على فكرة أنت بتشيل التهمة من عندك وبتخلي الإخوان دول كأنهم وحش كاسر الدولة مش قادرة عليه. ده أنت بتخلي الناس قاعدة في بيوتها تخاف تنزل تشتري أكل للإخوان يكونوا يسموه، أو تدخل الحمام للإخوان يدخلوا فيه عفاريت. طب يا فندم بشكل علمي هل حصل تحقيق او في تحريات بتشير ان الاخوان؟ لا ما حصلش. هل عندك معلومه ان ده الاخوان وراه؟ لا ما حصلش. المهم مش مهم ده يحصل، المهم ان يدي على شماعه علشان تريحه. طيب اذا كنا تعودنا على التصريحات الغير المدروسه دي من السيد محافظ الشرقيه في الفتره الاخيره، واذا كان بنقول ان هو لسه راجل جديد وبياخد فرصته وخبرته، ماشي التمس لاخيك 70 عذرا والتمس للمحافظ في مصر 150 عذر. ايه بقى اللي يخلي اللواء مليجي فتوح مليجي مدير امن الشرقيه يقول لموقع مصراوي ان جماعه الاخوان وراء وقعت حالات تسمم الابراهيميه بنسبه 99%؟ شفت الراجل كان دقيق ازاي؟ بيقول لك 99%، وقال ان مياه الصنبور جيده ولا يوجد بها، وانا عجبني استخدام مياه الصنبور دي مش حنفيه، ولا يوجد بها اي مشاكل على الاطلاق، وانه في انتظار نتيجه. بص بقى الراجل قال لك ايه بعد ما هو اتهم وقال لك ان ده تسمم، قال لك ان انا في انتظار نتيجه تحاليل معامل الوزاره بشان الواقعه للتعرف على السبب الحقيقي. يعني حضرتك لسه ما عرفتش السبب الحقيقي ولسه ما جالكش نتيجه تحليل بتاعه الميه ولسه ما عندكش اي معلومات، لكن في نفس الوقت سهل جدا ان حضرتك تقول ان بنسبه 99% انك شاكك في الاخوان. من امتى ومدير امن او جهه امنيه تقول شكه او عندها احتمال او الكلام ده؟ المفروض نطلع نتكلم لما يكون في معلومة. شفت حضرتك الطلعة العلمية اللي فاتت دي؟ وطبعا الحاجات كده ما بتجيش وتروح هباء، لا دي بتعمل مشاكل صغيرة مصيرها تكبر. التصريح غير المسؤول عمل مشاكل أو بيعمل مشاكل. يعني السيد برضه محافظ الشرقية عمل مشكلة، خلى أئمة المساجد التابعين لمركز الإبراهيمية في محافظة الشرقية يطلعوا مظاهرات ويهددوا ويقولوا لجريدة التحرير إن هم هيتظاهروا ويقطعوا المساجد والمنابر، لأن محافظ الشرقية برضه أول حاجة عملها إنه قال لك إنه مفيش زهرة ولا حاجة. دول الأئمة طلعوا من خلال مكبرات صوت في المساجد هم اللي نشروا الزهرة، مفيش أي مشاكل خالص. ده في أول الأزمة خالص عشان كان عاوز يثبت يعني إن الأزمة مش كبيرة. طيب محافظ قال كلام من غير تحقيق، عمل مشكلة، عمل مشكلة مع فئة تانية مش بس المواطنين، لا دول الأئمة اللي كان المفروض السيد المحافظ يستعين بيهم ويستميلهم أو وياخدهم لصفه علشان يهدي زعر الناس في الشوارع، لكن هو للأسف كمان خسر قاعدة إعلامه الشعبية المتمثلة في هؤلاء الأئمة. في هؤلاء الأئمة وخسروا، زي ما قبل كده قال ان شعب الزقازيق شحاتين، وزي ما قبل كده مشى السكرتيرات وقال انا راجل شاب، فهذا الرجل دخل في عداء تقريبا مع كل فئات شعب الشرقيه. فواضح ان سيادته عنده هوايه التصريحات، لانه برضه طلع وقال بكل كده ثقه، قال ما تقلقوش المرضى او حالات التسمم كلها تحت رعايه المحافظه نفسها وان احنا موفرين لهم احسن رعايه. فيقوم طالع موقع اتفرج، موقع اتفرج يروح يعمل فيديو ويصور مع الاهالي في الابراهيميه، فيطلع الاهالي يقولوا وماسكين روشتات كده ويطلعوا يقول لك ان المستشفى بتاعه الابراهيميه والمستشفيات بتاعه الدوله بتطردنا بره المستشفى علشان نجيب الدواء على حسابنا.
فيجي واحد يقول لك انا جايب 5 علب بحليل، وراجل تاني واقف يلطم بجلبيه، وراجل عجوز وحالته يعني ربنا يكون في عونه، واقف تعبان وعنده ذعر من حاله تسمم، والمستشفى مطلعاه بره، راجل يصعب على الكافر فعلا، والمستشفى طلعاه بره علشان يجيب دواء من الصيدليات. فكل حاجه سياده المحافظ بيقولها في عكسها. يعني انا عاوز اقول انه ده حاله رسوب كامله في محافظه الشرقيه، اختبار الحقيقه قاسي جدا للدوله. بنحط نفسنا احنا في مواقف بايخه بقى بالحاجات اللي زي دي. وده بالظبط اللي حصل فينا بعد حكايه الفوسفات. على فكره طبيعي جدا ان مركب مليانه اي حاجه تغرق، طبيعي جدا. المهم ازاي حضرتك تتعامل معاه، وغرق حتى المركبه لا ينم عن اي شيء. يعني لا ينم عن اي شيء، ما هو مليون مركب في اي حته غرقوا قبل كده. فاهمني؟ يعني ممكن يكون في اهمال، ممكن يكون في اي حاجه، لكن عادي بتحصل في اعظم دوله في العالم. لكن الفكره حصلت كم مره، ولما بتحصل بيحصل ايه؟ اللي حصل بقى في حكايه الفوسفات دي كان الحقيقه عجائبي جدا. يعني مثلا الجرايد النهارده نشر تصريحات للسيد محافظ هنا. السيد محافظ هنا بدل ما يطلع يكلم الناس بشكل علمي عن ازمه الفوسفات، تاثيره على الميه، أو يقول لهم إن إحنا حللنا، أو طبقا لدراسة أعدها الكيميائي فلان الفلان الذي يعمل في وزارة الصحة أو وزارة البيئة، أو يطلع يقول لهم إن اللجنة العلمية اللي شكلتها الوزارة لمتابعة آخر تطورات الحادثة اللي حصلت، طلع السيد المحافظ بدل ما يقول كذا وكذا، وبدل ما يطمن الناس، طلع في جورنال اليوم السابع يقول المياه لم تتأثر بالفوسفات، والسمك الصغير بيجري بنشاط في النيل. ما شاء الله، والله أكبر، اللهم لا حسد. والحقيقة أنا هنا مش هرد، اللي عنده رد هو الفنان محمد ثروت. البطيء فرحان من نومه تصويعه، واخر لعبه ركسي هب وهب يشب، يحب اللعب وقت اللعب، ونونو شطف نونو نطب لونها القشطه وتنزل لعب بدو عالي بطه. انا مش مسؤول، حضرتك اللي بتعمل الفعل اللي حصل ده رد فعل. هرد اقول لك ايه لما تقول لي اصل السمك بيجري في الميه؟ هقعد بقى اجادلك واسالك وعرفت ازاي بيجري؟ وعرفت السمك الصغير بيجري ازاي؟ وحللت امتى بيجري؟ وهل طلعته وديت المستشفى ولا لا؟ ما هي اسئله كتير يا سياده المحافظ، حضرتك دخلتنا في الجدل ده. فبالتالي ممكن اطلع اقول لك هو انت كنت بتتابع السمك من قبلها يا فندم، فعرفت اذا كان بيجري ولا نشاطه اتقل، او يعني مش عارف. فبالتالي كان الاسهل ان احنا نجيب هذا المقطع. بعيد بقى عن المحافظ، قلنا المحافظ ما عرفش يطمن الناس وقال لهم، اكتفى ان يقول لهم ان السمك بيلعب. نجيب بقى وزير البيئه مسؤول اكبر. وزير البيئه هيدينا احصائيات، دراسات، تحاليل علميه تطمن الناس، ويطلع جنبه دكتور من هنا وباحث من هنا وعالم من هنا، يقفلوا على الناس باب الشكوك والشائعات، ويدمروا الاخوان المسلمين اللي قاعدين بيطلعوا اخصائيين في كل حته ويستخدموا فكره الدكتور الفلاني الفلاني يقول ان الفوسفات خطر، وانت مش عارف تطلع دكتور. لكن اللي حصل ان السيد الدكتور خالد فهمي وزير البيئه اللي الناس كانت مستنياه علشان يطمنها، طلع زي ما حضراتكم شايفينه في الصوره ده، وقال بعض الدول خاصه في امريكا اللاتينيه، الكلام ده قاله جريده التحرير، تضيف الماده للميه او مواده الفوسفات للميه عشان تعمل لها حاله اسراء. يا سلام، الله اكبر. طيب اكيد بعد التصريح ده هيطلع للناس بدراسات علميه تؤكد ان مفيش خطر، وان الفوسفات ده امريكا اللاتينيه بتضيفه عشان الميه تبقى حلوه، صح؟ تصريحات بقى ودراسات، صح؟ صح؟ لا ما طلعش، لا ما طلعش والله. هو راح هنا وجاب كوبايه ميه، قال ان هو جابها من الحنفيه، وقال للصحفيين صوروني، رجعوا الصورة تاني يا جماعة معلش، وقال للصحفيين صوروني وأنا بشرب من المية، وقال لهم أيوة شفت الصورة، شفت واقف بشرب المية، وقال لهم أنا قصدت أشرب من المية علشان أطمنكم إن هي سليمة بنسبة 100%. طيب يا فندم مفيش بحث، طيب مفيش تقرير علمي، مفيش تحليل معمل تطلع بإيدك فيه كده أي حاجة، أي حاجة؟ لا، سيادة الوزير، سيادة الوزير وقف بالكوباية زي أي حاوي وقال إن هي سليمة، وكأنه بيفكرنا بالمشهد العبقري بتاع فيلم فجر الإسلام.
يا عيني عليك يا مصر والله، وعيني على اللي بيحكموك، وعيني على الناس اللي مستنيه دعم من الساده المسؤولين الوزراء. اوعى تتخيل اللي حصل ده حالات فرديه، لا حضرتك انا ممكن اوريك شويه نماذج من تصريحات غير مدروسه وغير مسؤوله صدرت عن المحافظين والوزراء النهارده، كلها منشوره في يوم واحد، كلها منشوره في يوم واحد في الجرايد. يعني وزير الشباب بيقول لجريده فيتو ان في وظائف براتب 5000 جنيه ولا تجد من يشغلها، وبالتالي وبناء على هذا الامر انا ادعوكم كلكم وكل الشباب العاطل ان هو يروح يقف قدام باب وزاره الشباب ويطالب وزير الشباب في التعيين بهذه الوظائف اللي موجوده ب 5000 جنيه، الفرصه قدامكم. الغريبه ان في نفس الوقت الجرايد برضه نشرت تصريح للدكتوره ناهد عشري وزيره القوى العامله تقول ان مفيش شغل في الحكومه، دوروا في حته ثانيه. التصريح ده كان من فتره يعني. وهرجع اقول لك تاني زي ما قلت لك قبل كده، المسؤول شايف الكلمة قد إيه رزينة وتقيلة ومليانة حكمة ومليانة وقار؟ مسؤول يعني جاي مسؤولية، يعني كل حاجة بيعملها وكل كلمة تطلع منه لازم تبقى على قد المسؤولية، ولازم يبقى مسؤول عنها، ولازم يبقى مذاكرها. ده ربنا قال وقفوهم إنهم مسؤولون. لازم تطلع بشجاعة، لازم يكون عنده شجاعة إنه يدفع ثمنها. بس للأسف ده المسؤول. أما الناس اللي بيطلعوا تصريحات زي دي فواضح إن هم حتى ممرش عليهم الكلام اللي فات ده في الصدفة. أشوفكم بعد الفاصل.